السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين القناة المحترمين، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتكلم مع حضراتكم عن قصة جديدة، وهي قصة الزوج والزوجة. قصة من نوع جديد وهو القتل على البطيء. زوجة تنتقم من زوجها من أجل إشباع رغبتها. لكن قبل أي حاجة بنصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفضلا وليس أمرا بطلب من حضراتكم لايك للفيديو ده، مهم جدا، اشتراك للقناة، واللي مشترك في القناة ياريت يتأكد ان هو مفعل زر الجرس. الحكاية بدأت من محافظة المنوفية، في أحد قرى محافظة المنوفية. زوجة كانت هي وزوجها في عيشة هنية جدا، والزوجة للأسف أهوتها الشياطين وأهوتها الإغراءات لعمل علاقة مع صديق زوجها. صديق زوجها ده هما الاتنين كانوا بيشتغلوا في مهنة السمكرة السيارات، ولسه شباب وعندهم أولاد، عندهم ولدين وبنت، والدنيا مستقرة جدا، وكانت الناس بتحسدهم على علاقتهم الحلوة جدا اللي كانت موجودة في الحياة. إذ فجأة الراجل ده اكتشف ان زوجته بتعمل فيديوهات على اليوتيوب، وقالت له انا بعمل يوميات على اليوتيوب والكلام ده، ومحتاجاك ان انت تقف جنبي والكلام ده. طبعا انتوا عارفين كويس جدا اليوميات بتبقى طالعة ازاي، اللي طالعة بظهرها وكلام طبعا يعني لا يقبله المجتمع. وريته بتصور ازاي، وبالفعل قالت له انا هعلم الناس ازاي اليوتيوب بيدي فلوس، على ان الناس ازاي تعمل موضوع اليوميات، وازاي الناس نفسها تتعلم ازاي تشتغل في البيت، ازاي تغسل، ازاي طبعا اصل احنا الناس مش فاهمه يعني. وطبعا اليوميات دي لهم اكتر من شكل واكتر من لون، يعني في ناس بتبقى طالعه بالنقاب وبتبقى طالعه بشبه جسمها باين كله، وناس تانية بتبقى طالعة بظهرها بس، واخد بال حضرتك، ومش تبقاش منقبة ولا حاجة، وفي نوع تالت بيبقى طالع طبعا الدنيا بتبقى رايحة في داهية خالص. فطبعا الحالة اللي معانا دي كانت بتطلع بظهرها. أقنعت زوجها إن هو فعلا بالفعل لازم إن أنا أبقى موجودة والكلام ده كله، وفي اليوتيوب هيكسبنا فلوس وبتاع. المهم إيه، يوم مع يوم قاعدين في مكان بدأت تنزل فيديوهات، الزوج نفسه خلاص اقتنع وكبر دماغه ان هو ما عندوش الخبره الكافيه بموضوع السوشيال ميديا والكلام ده. في يوم قاعد معاه صديقه اللي هو الراجل اللي هو بي معاه في المكان بتاعه، قال له بص الست دي انا متواصل معاها وست جباره وبتاع، ما يعرفش ان هي زوجته. طبعا اول ما شاف الموضوع كان هو مصورين الفيديو ده اتصدم، سكت خالص لحد ما اتاكد ان فعلا في علاقه بينها وبين الراجل ده بسبب موضوع الفيديوهات. يبقى فيديوهات اليوميات ادت لمقتل يوتيوبر موجوده على قنوات اللي اسمها منا على قنوات اليوتيوب. اتاكد من الموضوع ده طبعا، فضحته بقت بجلاجل، وعرف ان الدنيا خلاص بقت تسيح له، وبدات الناس كمان تشوف الفيديوهات والكلام ده كله، وبدا تبقى سيرته على كل لسان. راح لاهلها قال لها يا جماعه دلوقتي انا مراتي انا ما شفتش حاجه عليها محرمه، ولكن انا دلوقتي محتاج ان انا او خليها توقف الكلام ده. مره في الثانيه ما رضاش ايه يوقف الموضوع. جه في يوم مسكها ضربها وقال لها لازم توقفي الكلام ده وبتاع. المهم برضه رفضت وصممت ان لا لازم اكمل لنا فيه. بالفعل في يوم من الايام العمليه سخنت بينهم جامد، قال لها لازم توقف الكلام ده، ما رضتش، قالت له خلاص طلقني، انا مش عاوزاك، انا زهقانه منك، وانا مش عايزه منك فلوس ولا عايزه منك اي حاجه. جاب السكينه المعلم من المطبخ تخ ضربها، جهنها على حياتها. قعدت الست طبعا ما بقاش عارف يتصرف، اتصل باهلها قال لها انا قلت لكم قبلتكم هتهرب وبتاع والكلام ده، وانتوا صممتوا ان هي تكون بتكمل وما حطيتوش في دماغكم فكره ولا بتاع، فدلوقتي بنتكم انا جيت البيت ما لقيتهاش في البيت، وروحوا ايه خدوا بعضكم وروحوا البيت شوفوا البيت، ما لقوش حاجه. طبعا ما لقوش حاجه، ما راحوش طبعا لان هم واثقين فيه وعارفين انه راجل محترم وراجل ملوش في الكلام ده. المهم طبعا قعد اسبوع 10 ايام 15 يوم، الريحه بدات تطلع على الجيران، الجيران بلغت، جم فتحوا طبعا بعد ما دوروا قلبوا الدنيا، وهو كان مخبيها في مكان كده في البيت في الشقه، واختفت الزوجه، وهو خد اولاده راح عند امه، والموضوع انتهى على كده. المهم اهلها راحوا عملوا محضر وبتاع والكلام ده باختفاء بنتهم. المهم دخلوا البيت لقوا بالفعل ان الريحه بدات تزيد، اول ما فتحوا الباب الدنيا دخلوا عليه المكان دوروا لقوا الجثه موجوده بالفعل مقتوله ومحطوطه في مكان في الشقه.
نخلص من القصه دي ونقول ايه الرساله وايه الموقف وايه الوضع في حاجه شبه كده. وضع سيء جدا، وضع مأساوي جدا، في كارثه شبه كده، ان البنت نفسها زوجه تعاند من اجل المال وبتأدي اغراءات، بتأدي انها ممكن بتعمل علاقات الا من رحم ربي. مش كل الناس طبعا وحشين، لكن انا ضد، يعني ضد اليوميات اللي بتظهر بظهرها وبتظهر بجسمها. الكلام ده طبعا مسيء جدا جدا، وناس كتير للاسف من الشباب والناس اللي فوق السن بيدعموا الكلام ده. ازاي حتى ما تلاقيش عندهم مرأة في الفيديوهات دي الا قليل جدا اللي بيتابعوا الموضوع ده، لكن هو الاكثريه كلها مبنيه على موضوع الشباب. خدوا بالكم كويس جدا يا جماعه من زوجاتكم، خدوا بالكم كويس جدا من ابنائكم، خدوا بالكم كويس جدا ان اللي بيحصل ده كارثه بكل المعاني. ما تسيبوش ازواجكم على زوجاتهم على النت بشكل مبالغ فيه، لازم تعرفوا هما بيعملوا ايه. مش تقليل منهم، ولكن ممكن الاغراءات او حد لسه في بدايه حياته لسه ما شافش العالم الاخر، العالم القذر اللي بيهوى هذا الكلام ينقض عليها فيحصل المشكله اللي حصل زي اللي معانا. وانا مش عايز اطلع لحضراتكم كتير جدا، اتمنى القصه دي يكون فيها عظه وعبره لناس كتير جدا، واتمنى من حضراتكم تدعيمي باللايك للفيديو ده واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس، وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله باذن الله مع حضراتكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.